نظمت بمدينة جنيف فعالية النسخة الأولى من أسبوع جنيف العربي للموضة والفن العربي من خلال عروض الأزياء والموسيقى التي تعكس تنوع وغنى الموروث الثقافي العربي. فكرة المشروع يعني انبثقت لي في بالي أول مرة في مقر الأمم المتحدة اللي هي مقر تجمع الأمم، فقلت لما لا أننا نعمل واحد تظاهرة عربية تجمع العرب فيما بينهم ونبينوا ثقافتنا، لأنه أصلا الهدف من أسبوع جنيف العربي جنيف Arab Week هو أننا نعرفوا بالثقافة العربية الأصيلة. أنا أعتقد هذه انطلاقة هامة خاصة في هذه المرحلة من زمننا العربي الذي حقيقة يشهد الكثير من الانكسارات عبر وسائل الإعلام المغرضة التي تقدم صورة الإنسان العربي المتوحش. أنا أعتقد أنها فكرة طيبة وتستحق التشجيع والثناء. ولعل أبرز ما ميز النسخة الأولى من العرض هو مشاركة المرأة المغربية بأعمال مستوحاة من التراث المغربي وتصاميم جد رائعة للقفطان المغربي الذي داعى صيته خارج المغرب. هذا شرف كبير لأني غنمثل المغرب في أسبوع جنيف العربي، ويعني كمصممة وحيدة اللي جيت من المغرب غنقدم التصاميم والتقاليد المغربية. يعني جبت تصاميم جديدة ديال خصوصا بجنيف باش الناس اللي في خارج الوطن يشوفوا القفطان فين وصل والعصرنة اللي دخلت عليه يعني بحلة جديدة. كما شهد الحفل عرض جانب من جوانب الموضة والفن العربي للمصممين العرب والمصممات العربيات. كما تميز العرض بإبراز إبداعات المرأة العربية في مجال التصميم وعرض الأزياء. اليوم في أسبوع جنيف العربي نحاول نرسم صورة الثقافة العربية والخليجية نوصلها إلى ثقافة جنيف، لأن الحمد لله الحين قدرنا أن نعاصر الموضة بصيحات جديدة مختلفة عن اللي كانت في أذهانهم. وحمل هذا العرض العديد من الرسائل الموجهة إلى السويسريين خصوصا والغربيين بشكل عام، والتأكيد على أن الفن والثقافة بإمكانهما خلق جسور للتواصل والحوار بين المجتمعات. هي رسالة سلام، هي رسالة محبة، هي رسالة سلم، هي رسالة تعريف الثقافة العربية الأصيلة باختلافاتها البسيطة جدا من بلد إلى بلد في سويسرا وفي أوروبا بصفة عامة. ورغم الأهمية القصوى لمثل هذه المبادرات الهادفة إلى تعزيز ثقافة الحوار والتواصل بين الشرق والغرب وإلى تقديم صورة دقيقة للمجتمعات العربية تختلف تماما عما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام الغربية، إلا أنها لا تحظى بالدعم العربي الرسمي المطلوب. تفتح مدينة جنيف ذراعيها للفن العربي من خلال أسبوع جنيف العربي باعتباره نافذة يطل من خلالها المجتمع السويسري عن الثقافة العربية، وهو أيضا مناسبة لتغيير الصورة النمطية التي ترسخت لدى الغربيين عن شعوب ما وراء المتوسطي. الغالي محمد رشاشدة، جنيف.